بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم دي حرام على الناس، بس مش هقول حرام عليك. كل حاجه زادت، كل حاجه غاصت. حرام على الحكومه. صفيح هيزيد 14 جنيه في ليله؟ ليه يعني؟ زيد 2 جنيه، يزيد 3 جنيه. لا وبعد مين يرضى بالاسعار دي؟ وزادت زياده في كل الاسعار بعد كده، والناس تقدر منين؟ والراجل الفقير راح فين؟ الراجل الفقير راح فين على كده؟ مش هيرضى ياكل. وشكرا. الراجل زاد 14 جنيه هنجيبه منين؟ عربيه تجيب زيت ولا جاز ولا زيت ولا توكل بيوت ولا سواقين ولا اقساط ولا ايه؟ طب هنجيبه منين؟ حرام عليكم. السعوديه دول الخليج دعماك لفتره لقدام، سولار وبنزين وكل شيء. ليه الزياده دلوقتي؟ حرام عليكم الناس الفقيره. احنا هنزود على الناس نص جنيه، هنجيبه صفيحه الغاز، لكن حرام عليكم الناس الفقيره. شيل التوميع على الناس الفقيره ليه يعني؟ ده اللي بنقوله السيسي يعني. جاي يشغل على الناس الغلابه بس، يعني لقمه العيش اللي بنلاقوها من البلزيمات غلابه، هنروحوا فين؟